صباح الخير. الكثير من الأمور اللي تهتم فيها المرأة، واليوم قمنا نلاحظ بأن التصوير صار جزء أساسي في حياتنا. يعني اليوم فاطمة منو ما يقعد مع بعض، يمكن يجمع صديقاتهم، تطلعين في مكان معين، تسافرين، لازم تلتقطين صور تذكارية. ولكن الشيء الجميل بأن يكون الإنسان محترف في هذا المجال أكثر، والسيدات المرأة الكويتية أبدعت في كل المجالات، ومجال التصوير قمنا نشوف أيضا المرأة محترفة فيه أكثر. ولكن اليوم يمكن مجالنا بنتكلم أكثر عن التصوير السياحي. يعني اليوم قاعدين نشوف فاطمة ناس وايد قاعدة تسافر، الصور اللي نشوفها ما شاء الله فيها مهارة عالية ودقة جميلة. لما تسألين منو صاحب الصورة هذه، تلقين امرأة أو سيدة كويتية. هذا الشيء صراحة يشعرنا بالفخر الكبير بأنها وصلت لهذه المراحل المتميزة اللي فيها احترافية أكثر. نعم، وخاصة يعني بالسفر نحب نوثق هذه اللحظات المميزة، إذا كان في منظر حلو، إذا زرتي مكان جديد وغريب، لازم توثقين هذه اللحظات، مو بس حقك، حق السوشيال ميديا بعد. يعني الانستغرام له يعني دور كبير في انه يشجعنا ان نطور مهاراتنا في التصوير. اكيد فاطمه، اليوم راح نرحب ضيفتنا زينب عبدال. صباح الخير، يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم، مشكورين على الاستضافه. يعطيك العافيه، ومنورتنا في شاي الضحى، وهذه اول حلقه في الموسم الجديد. قبل لا نطلع نشوف التقرير الخاص في لقائنا، حابة أضيفك، تبين شاي ولا قهوة؟ اللي حابته أنت. لا أنت اختاري، شاي ولا قهوة؟ قهوة. قهوة؟ أوكي، أنت بتحبين القهوة. على ما أصب لك القهوة، خلونا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع لكم في شاي الضحى. تفضلي. تاني. الله يسلمك، منورتنا في شاي الضحى. وبعد هذا الحلو نشكر بصراحة يعني طاقم البرنامج اللي محضرين لنا كل هذه الأمور المميزة في حلقة اليوم. وطبعا زينب، يعني يمكن قبل شوي سولفنا أنا وأسماء عن التصوير الفوتوغرافي وأهميته، خاصة في موسم الصيف حق السفر. شنو أهم المعدات اللي ممكن احنا ناخذها معانا وقت السفر علشان نصور صور مميزة؟ تبين بالوقت الحالي ولا قديما؟ قديما كنا ناخذ، انت مثل ما انتم عارفين، الكاميرات، وكانت العده وايد ثقيله على الشخص، يعني غير العدسات غير الاضاءات. الحين تطورت الامور وصار التصوير بيد الكل. نعم، عن طريق الاجهزه الذكيه او الموبايلات، وهذا الشيء صار وايد يعني خلينا نقول مفيد وحلو، ان الوحده اذا كانت يعني حابه هالمجال هذا تحترف فيه اكثر، لان الادوات متوفره وصارت اسهل. هذا اللي بسالك عنه زينب، يعني اليوم ما شاء الله عليك مصوره فوتوغرافيه محترفه ايضا في هذا المجال بالكويت والخليج، تعطين دورات ايضا في هذا المجال. كلمينا اكثر، شلون قدرتي تصلين حق مجال الاحترافيه؟ يعني في وايد ناس مبدعين في مجال التصوير لكن ما يقدرون يحترفون تصوير اكثر مثلك. شوفي، أنا مجالي كمجال أول كان تصوير، فخذيته كتدريب، ومهارة التدريب لله الحمد موجودة عندي. أي. في ناس مثل ما قلتي لهم احترافية بالتصوير بس ما لهم احترافية بالتدريب. فالتصوير بيني وبينك اسماء وايد صعب، بس كثر ما أسهل حقهم كثر ما يستمتعون بالتصوير أكثر. فأخذت مجال التدريب وقمت أعطي دورات بشكل يخدم المجتمع. يعني في ناس والله زينب أنا بصور مشروعي، زينب أنا بصور مثلا ميك اب ومنتجات بهذه الطريقة، الخدمات اللي يقدمونها، زينب أنا بلوجر ودي أصور الشغلة بشكل وايد أحلى، زينب أنا عندي والله مثلا موقع ومثلا بوصل رسالة، يعني تصوير واضح وحلو. فيولي تجهولي على أساس أن يأخذون هذه الدورات المطلوبة مني. حلو. يعني أنا وايد ألاحظ يعني خاصة في السوشيال ميديا في صور وايد مميزة. لما نسأل مثلا صاحبة الصورة شنو نوع الكاميرا أو منو مصورك هذه الصورة الحلوة، يعني يقولوا لي هذه من كاميرا التليفون. هل ممكن الصورة تطلع وايد حلوة مميزة وتكون هاي كواليتي من الموبايل نفسه؟ فاطمة حاليا إيه، يعني هو الكواليتي يعني وصل لدرجة أنه يكون بوضوح حلو، بس طبعا مو بوضوح الكاميرا، أنا أقول لك لا لمت معين، بس أنه كتكبير يعني يصير حق تكبير شاشة اللابتوب، شاشة الآيباد، شاشة الموبايلات، أوكي نكتفي فيه على قولتهم، إحنا نصور بالأجهزة الذكية حق السوشيال ميديا. بس إذا كبرنا أكثر من كذي وحطيناه بشاشات أكبر فتظهر معنا البكسلات. نعم، هي تكون واضحة لأن إحنا قاعد نستخدم أجهزة صغيرة وقاعد نطالع الصور تكون معانا واضحة، وأنت شايفة الأجهزة قاعد تتطور
شهر عن شهر، مو سنة عن سنة، شهر عن شهر. وهي كل ما كانت الأجهزة صغيرة صارت سهل حملها بكل مكان. أيوة. يعني مثلا جنطة السفر، وعلى طاري السفر الحين يعني الكل يبي يسافر، واللي سافر واللي مستعد لموسم السفر المميز والجميل، لأنه دائما في ذكريات حلوة. الاستعدادات هذه كلها بالنسبة للمصور الفوتوغرافي اللي يحب يصور خلينا نقول الأماكن السياحية، شنو أهم الأدوات اللي لازم تتوفر عنده، والاستعدادات أيضا اللي أنت دائما متعودة عليها؟ عادة بالتصوير السياحي احنا نحرص كل الحرص ان نحتفظ بالصور مالتنا، يعني نخزنهم، اذا توفر معي الانترنت اخزنهم عن طريق يعني شغلات التخزين السحابي مثل دروب بوكس، جوجل، اساس ان الصور اذا ضاع التلفون الصور موجوده. أي. وفي ايضا فلاش يو اس بي، اني احط الفلاش بحيث انه ياخذ كل الصور الموجوده بالتلفون والداتا، هم اذا ضاع التلفون عندي صور بالفلاش. وفي العدسات والإضاءات والترايبود بحيث أنه أوثق التصوير كل السفرة بالفيديو أو الفيديو فوتوغرافي. حلو. يعني شنو هو حاب على حسب مجاله، حاب يصور لاندسكيب، حاب يوثق حق أسرته، حاب يوثق مثلا شغلات معينة بالتصوير يعني وهو مسافر. الحين حس حتى الفيديوهات فعلا صار لها دور كبير في أنها توثق هذه اللحظات، والناس يحبون المونتاج والحركات. ممكن قاعد تشوف لقطات هذه اللقطات والصور من كاميرا احترافية صح؟ لا من الموبايل. الموبايل بس شفت شلون يعني الموبايل يطلع منه معنا قاعد تنعرض يعني على الشاشة، الشاشة كبيرة. قاعد أقولش ما تنعرض أكبر أكثر من شاشة التلفزيون، يعني ما تنعرض أكثر. نعم. لهنا شلون تطلع الصورة من الموبايل بهذه الدقة والاحترافية هذه؟ أنا أكرر وأقول التصوير شيء سهل إذا إحنا فهمناه، يعني إذا خذينا المعلومة صح وطبقناها صح ولاحظنا الإضاءة قبل التصوير، وطبعاً غير برامج التعديل تطلع الصورة معاك بشكل وايد حلو وايد جميل. تعتمدين على تعديل الصورة مثلاً، ولا أساس مثلاً الصورة توزيع الإضاءة، كل الأمور هذه هي أهم من مثلاً نقول فوتوشوب بالنسبة لبعض الصور؟ صح، أول بداية التصوير لازم أخذ الصورة بشكل واضح ودقيق، ما فيها اهتزاز، إضاءة كافية، التكوين صح، بعدها أدخلها ببرامج التعديل. تدري شنو قاعدة أفكر الحين؟ إن نوريك صور إحنا نصورها تقولين هذا صح هذا غلط، أوكي هذه حلوة هذه مو زينة، لأن الواحد يمكن ما يكون عارف الفكرة شلون إلا إذا شاف بعينه مثلاً، أو شرحتي لهم إنه مثلاً كمية الصور اللي إحنا نشوفها هذه صح ولا غلط إحنا قاعد نصور كذي. هو قواعد تمشين عليها كإضاءة كتكوين كزاوية أساس تظهرين مثل يعني تظهرين صورة مثل ما أنت حابة كمصورة. أي. بالأخير هي يعني مهارة يعني. يعني لاحظت يعني خاصة اللي يصورون أشخاص مثلاً. لو أعطي أختي الموبايل صوريني تطلعني ساعات على طرف الصورة، يعني تقولي أنا المنظر حلو، قلها زين أنا وين أنا على طرف الصورة، فهل هذا يعني هذا النوع من التصوير يعني يكون هاللقطة هذه تكون غلط؟ مفروض أن الشخص يكون بالنص؟ لا هي توثيقية. نعم. مثل ما أنت عارفة لما نسافر إحنا حابين نوثق معالم الدولة اللي إحنا مسافرين فيها طبعاً. فتكون المعالم ورانا، فلا مو بالطرف وايد يعني. لا شو راويت اللقطة أنا ضروري تشوفينها الظاهر إحنا ناسستك ورايح حق المعلم. إيه فتكون كتكوين أنت توقفين، هي إيه تحطك بتكوين معين مع المعلم اللي ورا. حلو. وعلى أساس إن في ناس زينب إحنا والله حابين نطلع المعلم بشكل وايد حلو مع يعني أفراد الأسرة، إنزين أنا أقول لهم نصيحة حلوة قبل تسافرون، طالعوا المعالم مع الأشخاص بالنت، يعني طالعوا الصور قد عيونكم قبل لا تسافرون، أساس أن تعرفون التكوينات والأماكن الصح، بحيث أن لما أصور أكون أنا عندي خطة تصويرية للمكان اللي أنا رايح. نعم، وهذا الشيء يرنح حق هالموضوع هذا، إنه يمكن وايد ناس تفكر إنها تدخل دورات تدريبية تتعلم أكثر طريقة التصوير، مو لازم نكون محترفين بس على الأقل يكون عندنا صور احتكارية جميلة صح. إيه إيه. كلميني أكثر زينب عن الدورات التدريبية اللي تعطينها حق الأشخاص، هل في أعمار معينة، هل في خلينا نقول شروط بالنسبة للتحق لهذه الدورات؟ بالنسبة حق الدورات أنا طبعا من 2010 أنا أعطي الدورات. الحلو بالموضوع ان السوشيال ميديا عطانا مجال اوسع ان الناس تعرفنا برا الديره. نعم. فعطيت عن طريق دورات اونلاين، عطيت دورات ايضا بالحضور الناس. نعم. تحضر. فالاونلاين فادني ان اللي برا الديره زينب نبي نستفيد، نبي في مواقف وايد تصير معي مع المتدربين خصوصا. نعم.
تجي واحده تقول لي زينب وين احط عيالي؟ دورتك حلوه بس وين احط عيالي؟ انا اقول لها اتجهي حق الاونلاين ما دام ما عندك وقت ما عندك هذا وصدق الناس ظروف فاتجهي حق الاونلاين وانت مكانك بالتليفون تطالعين الدوره تبي تخاطبيني بالكومنت انا راح ارد عليك وبامكانها ان تعيد الدوره كذا مره في ناس ما تستوعب تسمع المعلومه مره واحده فبالاونلاين يساعد انك تعيد المعلومه كذا مره في ناس لا زينب احنا نبي نحضر عشان نطبق احنا ما راح نعرف الا بعقب ما نطبق هذا اللي بقول لك يا زينب يعني اونلاين في شغلات ممكن نستفيد منها ونتعلمها بس في شغلات احس لازم تكون عملي قدامنا يعني امسك الكاميرا وانت تقولي لي صح ولا غلط اي صح في يعني سمعي بصري حسي طهر انت حسي لازم تمسكين صح في ناس بالسمع تعرف في ناس لا لازم امسك الجهاز واطبق فعندي الدورات اونلاين عندي الدورات بالحضور يعني فعلا ما شاء الله التصوير فن وفي ابداع كبير وعلشان كذي يعني الواحد مفروض يدخل دورات يطور هذه المهارات اذا كانت يعني في مهارات بدائيه حلو الواحد يسجل مثل هذه الدورات يطور من مهاراته في التصوير مو بس فن موضوع يعني التصوير ايضا ذوق خاصه في التعامل مع الناس حق الناس اللي يسافرون برا ويبون يصورون يعني الناس اللي في الشارع هم يتحركون اذا راحوا مثلا اماكن تراثيه ويصورون اهل البلد نفسها وهم قاعدين طبيعه حياتهم المفروض يكون في ذوق في ان احنا نستاذن من الاشخاص علشان ناخذ منهم هذه اللقطات شنو الاسلوب اللي تستخدمينه زينب انت شخصيا اذا خذيتي هالنوع من اللقطات فاطمه بس خليني اعطيك فكره ان مجال التصوير وايد واسع وهذا المجالات عندنا مجالات عدة منها الستريت فوتوغرافي اللي تكلمت عنها تصوير حياة الناس في الشارع عادة احنا ندرس الموضوع قبل لا نروح نطبق في ناس مو عارفة تطبق وتتمشكل على قولتهم بالأخير انا اعطيهم معلومات بسيطة بحيث انه لما يروحون يكونوا مرتاحين وما يدخلون المشاكل في ناس ما ترضى مو حابة ان احد يصورها طبعا صح الستريت فوتوغرافي هو تصوير الحياة بالشارع بحيث أنه وظيفته وعياله قاعد يؤدي شيء وتأخذين اللقطة بشكل وايد عفوي ما يدري عنك مثلا إذا رحتي كشك صغير في ورد وحابة تصورين الشخص وهو قاعد يشتغل ما تروحين على طول نصور وبس وهذا لا أول شيء نشتري منه صح أنه شوي يعني تشجعينا يعني بعدين اقول له يلا ما يخالف سوي لي الورد وهو يسوي الورد انا اخذ ااشر على التليفون اذا مو عارفه اللغه ااشر على التليفون اصورك اذا قال اي خلاص وطبعا لازم هالابتسامه الحلوه اساس انه هو يرضى يعني اي ففي تركات خفيفه اني اسويها قبل اصور عشان انه لا تطيح مشاكل والحلو انه نصور التراث بحيث اللبس ما لبس اذا كنا بتصوير سياحي الاكل نفسه فنروح اماكن نشوف فيها يعني كلقطة نفكر فيها كلقطة قبل أن نبلش فيها نفكر أن الناس ترضى ولا لا قبل أن نصور مثل ما قلت لكم ابتسامة وتأشيرة على التلفون ها أصور ولا لا يعطيني أوكي أصور ما يعطيني الأوكي خلاص أروح نعم صح في ناس حتى صعبين بالتعامل يعني اذا حتى لو قلنا ان الحين الدنيا تطورت والسوشيال ميديا في ناس لا زالت محتفظه بهالامور عندها تحفظات وايد ما تحب تطلع قدام الناس تستحي وغيرها من الامور طيب زينب يعني بالنسبه للتصوير بشكل عام يعني تصوير الاكل غير عن تصوير الناس كل شيء له خلينا نقول اختصاص معين او شخص ممكن يكون محترف بكل الامور لكن دائما يركز على شيء معين انت حضرتك شنو اكثر شيء تحبينه لما تسافرين شنو اكثر الصور اللي دائما تنجذبين لها وتصورينها عاده بالتصوير السفر احب المناظر طبعا احنا بالكويت اوكي في مناظر بس تختلف يعني ما عندنا هالبحيرات وهالجبال والورد فاحب المناظر خصوصا وقت الغروب والشروق لازم ننتبه ان لما نصور المناظر ما نصورها باضاءه وايد قويه تكون الساعه 12 بحيث ان الاضاءه كلها فلات ايضا انا وايد احب الستريت فوتوغرافي نعم ان اصور الاشخاص وهم يشتغلون التراث نفسه اللبس الاكل ما تواجهي صعوبه معاهم مثلا ما صارت لك مواقف أنا يعني انا قلت لك انا انحرجت منها انا مختص يعني انا درست هالشغله قبل لا ابلشها يعني قبل يعني اول امبلا كنت اواجه وكنت اخاف وكنت ابتعد الحين عقب ما عرفت التعامل شلون اتعامل معاهم لا
قمت يعني اروح واصور. مفتاح عندك صار يعني سهل الموضوع. ما تحسي ان الناس صاروا يعني يتقبلون الكاميرا بشكل يعني اكثر عن قبل؟ يعني قبل التصوير كان شوي غريب والكاميرا تخوف الكل، صح؟ لان الحين احس ان الناس يمشون ويصورون سناب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي اللي توثق حياتنا لحظه بلحظه، صرنا نتقبل التصوير والناس صاروا يتقبلون التصوير بشكل يعني تلقائي، يعني مو نفس قبل. لان فاطمه شنو الشيء بيدك، صح؟ فسهالات اني اخذ، غير البرامج، غير ان الشركات قاعد تطور بشكل وايد وتحدي كبير بينهم بالكاميرات، انها تكون واضحه وتعطي الشخص صوره حلوه. نعم، تكون منها فلتر، من وانت تصورين هو يسوي فلتر، يسوي كل شيء وانتم ما تحسون الصوره حلوه انا عجبتني. نعم، واحنا قاعدين نشوف يعني لقطات جميله من يعني بعض الصور اللي انت التقطتيها، وفعلا يعني قاعده طالع وايد المناظر مركزه عليها، ويعني مناظر جميله تشجع الواحد انه هو يسافر. عشان كذي انت عندك مواسم معينه تحبين تسافرين فيها، اي موسم اكثر شيء تفضلين السفر؟ واكيد عندك اسبابك، مثلا في ناس تحب الشتاء، الشتاء حتى المناظر الطبيعيه تختلف، مثلا في بعض الدول اللي عندهم ثلوج، جو امطار وغيرها من الامور، شو اللي تفضلينه؟ انا احب كل شيء، ما اقول لك من الصيف للشتاء، بس انا افضل الشتاء. انا أفضل يعني يمكن لانه مو موجود الشتاء عندنا وايد، فحابه اخذ لقطات متميزه عن الكل. اي احلى مدينه زرتيها يعني وحسيت انه فعلا كل زاويه ودك تصورينها في هذه المدينه؟ يعني دول اوروبا. نعم، وانا مغمضيني اصور تطلع صوره حلوه لهالدرجه. بعدين تركيا، حبيت وايد تركيا ولندن، لان مخرجنا ملاحظ ان اغلب اللقطات من يعني ماخوذه في لندن. في لندن، في هذا، في كذا ديره، يعني كل ديره لها شيء يميزها. يعني تركيا لها التراث القديم وايد احبه، مثلا لندن لها الاشياء الحديثه اللي قاعد تطلع، الاضاءه اللي في الشارع بعد لندن، الباصات مع باصات، الشكل هذا والاعلانات والناس، يعني كل ديره لها شيء يميزها. حلو. اوروبا تعرفين المناظر، ما مناظر وهالبحيرات، يعني ما كل شيء احبه. وفي ناس تخصص وقتها يعني خلينا نقول لموهبتها، مثلا اذا هي تحب التصوير تسافر علشان تصور. اي صح، يعني في ناس اعرف وايد ناس يقولون احنا نسافر علشان نصور. صح، احنا عندنا جروبات تصوير تختص انه مثلا بالستريت او بالمناظر، وعاده تروح يروحون الهند عاده. نعم، يعني وايد فيها شغلات وتراث واشياء حلوه للتصوير. الهند وايد حلوه اصلا، سمعت عنها الكثير، يعني حتى ما زرتها لما الحين، بس شفت صور وشفت ناس يعني الكل يتكلم عنها كدوله جميله. كلها ريحه بهارات بس. بس اكيد دوله جميله صراحه، في معالمها، تراثها، والالوان اللي موجوده عندهم. شكرا. اقول لك التصوير. نعم، يعني الهند هي ما شاء الله يعني وايد حلوه، ان شاء الله نزورها بعدين، يعني شجعتينا شدي. يعطيك العافيه زينب عبدال، مشكوره على وجودك معنا في شاي ضح، استمتعنا وايد الصراحه، وكذي اعطيتينا فكره سريعه تخلينا نفكر اكثر ان احنا ناخذ هالدورات هذه. حياكم الله وتشرف فيكم. شكرا لك زينب، نورتينا في شاي ضحى. يعني سولفنا عن التصوير والسفر، ويعني الكل يحب السفر، يعني السيدات الحين عندهم دائما أماكن معينة يحبون يزورونها، مو بس السفر، أيضا المجوهرات. المجوهرات يعني تعتبر هي الصديق الأحب للمرأة، فيها تكمل أناقة المرأة، وما شاء الله الحين قاعد نشوف المصممين في عالم المجوهرات والألماس يتنافسون علشان يقدمون الأفضل للسيدات. علشان كذي خصصنا لكم هذه الفقرة، فقرة المجوهرات، راح تعرفون على آخر الديزاينات الخاصة في المجوهرات والألماسات والأحجار الكريمة. تابعوا هذه الفقرة وراجع لكم في الاستديو.